كان إنه ما فيها شيء، كانت هدوء كلها، كنا ما نخاف نفس اللي بالحرب، إنه كانت كتير كتير حلوة ومميزة. إنه هيك نحبها، بس إجا القذيفة فيها واحترقت. إنه تغيرت كثير، إنه ما عاد رحنا على المدرسة ولا عاد درسنا، والآن صارت ما عاد اهتم إنه ما عاد يجي لعندنا على البلد. أظن إنه جت قذيفة بحارتنا، وإنه خافوا علينا من إنه يصيبنا شيء، وجابونا لهون إنه خايفين علينا، عبنا كلنا بنات. بعدين إجا أخوي سليمان قال لأمي إنه روحوا الأردن، أخذ خواتي وروحن. كنا ما نعرف أنه بدي يظل الحرب، وجبنا كل واحد غيار، طقينا من اللي بتوصل نقول لها يما ما عاد بدنا نظل هنا. كثير بس بدأت المدرسة كيفنا، صرنا نروح أنا وخوات على المدرسة. كثير إنه كثير مهم، كثير كثير الواحد بالمدرسة، عشان هيك إنه اشتقت للمدرسة، عشان المواد إنه صغيرة لساتني ما قريت، مشان ما تتدمر حياتي. إني بدي أكون محامية مشان أدافع عن وطني، وأدافع عن إنه يلي بيكون مظلوم إنه ندافع عنه.